تلات بروتوكولات عندنا، حاجة اسمها السيس لوج، وحاجة اسمها الاس ان ام بي، وحاجة اسمها النيت فلو. دول التلات بروتوكولات اللي ممكن نعمل بيهم مونترنج للشبكة ونعرف ايه اللي بيحصل عليه. تعال ناخد كده اول واحد اللي هو السيس لوج. تمام، في شابتر كده معمول فيه برزنتيشن لذيذ كده من سيسكو اهو، بنتكلم على اول واحد عندنا اللي هو السيس لوج. بيقولك انت محتاج ان انت تعمل مانجمنت، ان انت تعمل مانجمنت للراوترات والسويتشات والسيرفرات. حلو كده؟ تمام. الأجهزة دي بتطلع مسج كل شوية باللي بيحصل عليه. المسج دي احنا بنسميها لوج. يعني ايه لوج؟ عبارة عن مسج طلعة بتاريخ بديت وتايم، بتاريخ ووقت اللي حصل، التاريخ اللي حصل فيه المشكلة دي والتايم اللي حصل فيه المشكلة. فدي معنى كلمة لوج. تمام، اللوج ده هو ممكن يطلع ويتخزن في البفر بتاع الجهاز، ممكن يطلع على الكونسول لاين وانت فاتح الكونسول، او ممكن ينبعت لك وانت فاتح تلنت، او ممكن يجمعهم كلهم من كل الاجهزه في مكان مركزي على سيرفر. لان عندي الاجهزه بتاعتي مرميه في كل حته، في طنطا واسكندريه والمنصوره والسعوديه والامارات ومعرفش ايه، وسويتشات بقى كتير وراوترات. انا عايز كل الاجهزه ديت لما يحصل عليها اي اكشن تبعت لسيرفر معين عندي ايه اللي حصل عليه. فبيجي لي مسج بديت وتايم، الديت والتايم دول بقول عليهم ايه يا جماعه؟ بقول عليهم لوج. اللوج عندنا بنقسمهم على حسب الاهميه بتاعتهم من ليفل 0 لحد ليفل 7. كل ما بتطلع فوق كده بيبقى الموضوع اكثر اهميه. يعني emergency دي يعني الطوارئ، دي اعلاهم severity، severity يعني اهمية. تمام كده، الالرت ليفل 1، الكريتيكال ليفل 2، الايرور ليفل 3، الويرنينج ليفل 4، النوتيفيكيشن ليفل 5، الانفورميشن ليفل 6، الديبانج ليفل 7. وكان بيجي في الامتحان مثلا يقول لك انا لو عندي عايز ابعت لحد ليفل 3 ايه المسج اللي بتيجي؟ فانت لازم كنت تبقى حافظهم كده emergency والالرت والكريتيكال وايرور. كل مسج بتجيلك برقم بيسموه سيكونس نمبر، بتجيلك بتايم ستامب. تايم ستامب يعني ايه؟ ديت وتايم. بتجيلك في الفاسيلتي هي حصلت في انهي ديفايسز عندك، في السيفيرتي الليفل بتاعها هل هو ليفل 0 ولا ليفل 1 ولا ليفل 2 ولا ايه بالظبط، منومك ايه اللي بيحصل، يعني انترفيس اب ولا داون ولا الراوتنج بروتوكول وقع ولا ايه بالظبط. الديسكريبشن بيقعد يشرح بقى المنومك اللي حصل فول، ايه فول ديسكريبشن. فبنيجي مثلا هنا عندنا كده لو احنا عايزين نعمل بقى سيس لوك سيرفر بنعمله ازاي بمنتهى البساطه. بص كده، اول حاجه لو انت عايز تجيب الرسائل اللي بتظهر على الراوتر او السويتش بتعمل شو لوجن، فبيطلع لك كل الرسائل اللي موجوده على الراوتر والسويتش في البفر بتاع الراوتر والسويتش. طب انا بقى لو عايز احطهم على سيرفر اعمل ايه؟ بصوا كده معايا، باجي على الراوتر والسويتش اهو، اهو هذا الباكت تريسر عندي اهو، اهو هذا الراوتر اهو، وده السيرفر اهو او السويتش اهو. حلو كده، وده الكونكشنز ما بينهم اهو. السيرفر ده بسميه سيسلوك سيرفر. طب بنزل عليه ايه؟ لو جيت عملت سيرش على جوجل كده على البرامج بتاع السيسلوك سيرفر هتلاقي اشهرها اهو السيسلوك سيرفر، اشهرها برنامج اسمه كيوي، هو اسمه كده كي اي دبليو اي، اسف، ده برنامج شغال بس سيسلوك سيرفر. بجيب اسطبه على اي مكان عندي، طبعا البرنامج ده له لايسنس وبفلوس، بيقعد يجمع لي كل
التراب اللي بتطلع من الاجهزة، كل اللوج اللي بتطلع من الاجهزة بتاعتي. طب انا عايز الراوتر بتاعي ده هو اي لوج تحصل عنده يبعتها للسيرفر ده. خلاص حط بس ده اي بي كده الاول، سي ال اي اهو، هنقول له نو انيبل كونفيجر تيرمينال انترفيس فاست زيرو على زيرو اي بي ادرس، اي اي بي ادرس عندي اهو 1.1، ونقول له نو شوت داون، ونيجي على السيرفر بتاعنا اهو 192.168.1.10 مثلا، وايه والاي بي ادرس بتاعه ايه 1.1. طبعا مش هيقوم معايا ليه؟ عشان الكابل ده لازم يكون ايه كروس، ما بين جهاز كمبيوتر وراوتر الكابل بيبقى نوعه كروس. وبعدين هنيجي هنا اهو الكابل قام اهو كل حاجه، هنيجي نقول له لوجن، اي لوج هتظهر عليك يا ريت تبعتها لمين؟ للواحد عشر. كده هيبعت اي لوج هتظهر على البتاع ده على الراوتر ده هيبعتها للاي بي 1.10. طبعا لو عندك شبكه كبيره بقى وراوتنج وكلام من ده هتبقى مديله الاي بي بتاع مين؟ السيسلوك سيرفر. طيب لو احنا قلت له اي لوج يظهر لك ابعته على 1.10 كده الاستورج بتاع السيرفر ده ممكن تتملي عندي بسرعه، انا عايز بس الرسائل المهمه تمام. فممكن اقول له تراب، يا رب يكون بس موجود الكومنت تراب تراب تراب، لا الكومنت مش موجود هنا، الكومنت اهو لوجنج تراب، ده اسمه لوجنج تراب، اسف لوجن تراب 4 كده اللي متضرر من جيم 4 بس لا. لا 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 سواء روق عليا ديباجن لوجنج تراب، المفروض هنا كده اكتب 4 بس الكومنت مش كامل مش موجود. يعني ايه لما اقول له لوجنج تراب 4؟ يعني يا ريت تبعت للسيرفر ده تراب 1 وتراب 2 وتراب 3 وتراب 4. ما انا طالما بعت تراب 4 يبقى 3 و2 و1 المفروض ينبعتوا مع مين؟ مع تراب، لان هم اكثر اهميه من الفور. فلما اقول له تراب 4 يبقى هيبعت ليفل 1 و2 و3 و4 تمام، لما اقول له تراب 4 بس. طيب هي مش اللوجنج مسج اللي هتنبعت دي هتنبعت للسيرفر 192.168.1.10، يبقى ده الديستنيشن اي بي بتاع الرساله. طب السورس اي بي هيبقى مين؟ هيبقى مين؟ ما هو الراوتر ممكن يكون عليه اكتر من انترفيس، فيبقى السورس اي بي انهي اي بي عندي؟ انهي انترفيس عندي؟ ممكن واحد لذيذ يعمل انترفيس لوب باك ويديها اي بي وهمي ويبقى ده السورس اي بي اللي بينبعت بيه الرسائل، ودي فايده تانية من فوائد اللوب باك اهو. او ممكن تقول له لوجنج سورس انترفيس جيجا زيرو على زيرو، لما تيجي يا راوتر تبعت اي لوجنج مسج يا ريت تاخد الاي بي بتاع مين؟ بتاع الجيجا زيرو على زيرو، تبعته كانه سورس اي بي عندك بس. حلو الكلام كده؟ تمام كده؟ طيب الراجل عمل انترفيس لوب باك زيرو اهو وعمل لها شوت داون. طب هو بيعمل لها شوت داون ليه؟ علشان يحصل لها شوت داون، وبعدين نو شوت داون قامت قايمه اهي، الانترفيس قامت قايمه اهي. اللوج دي هتنبعت فين دلوقتي؟ على السيرفر اللي هو 192.168.1.3 اللي انت هتكون منزل عليه برنامج اسمه ايه؟ اسمه الكيوي مثلا يعني تمام؟ ده السيسلوج سيرفر. المسج اللي بتنبعت دي بنقول عليها ايه؟ بنقول عليها لوج. بتنبعت من مين؟ من الراوتر او من السويتش او من الاجهزه بتاعتي حتى من السيرفرات. لمين؟ للسيس لوج سيرفر. لو جيت على جوجل اهو وكتبت كده اهو سيس لوج سيرفر، يعني لو جيت تحت جوجل اهو اهو وكتبت سيس لوج سيرفر اهو، اللي بقول لك عليه اللي اسمه الكيوي اهو ظهر معاك اهو، اول سيس لوج سيرفر ظهر معاك اهو، ده اللي احنا مستخدمينه عندنا. يجيب لك بقى يجمع لك اللوجات من كل الاجهزه اللي موجوده عندك، برنامج خطير، ويرسم لك احصائيات بالحاجات اللي بتحصل والانترفيس دي وقعت كم مره
الانترفيس دي قامت كم مرة. تمام؟ فانت كده عملت نقطة مركزية تقدر تجمع عليها كل الرسائل اللي بتجيلك. ده كمان الكيوي دوت ممكن كمان يبعتلك الرسائل دي كلها على الميل. تلاقي كده وانت ماشي بالموبايل كده ومعاك النت تلاقي ايه؟ الانترفيس الفلانية اللي موجودة في الراوتر الفلاني وقعت وقامت. بس طبعا عايز لايسنس. تمام؟ طيب ده اول بروتوكول عندنا اللي اسمه السيسلوج. في كومن طبعا اسمه شو لوجن لو انت عايز تجيب اللوجات اللي بتظهر على الراوتر كلها. حلو كده. لو قلت له شو لوجن بجين يناير 12 يناير الساعة 10:30 هيجيب لك اللي ظهر بس من بعد 12 يناير 12 جون 12/6 الساعة 10:30. السيسلوج سيرفر ما تعرفش تعمل عليه حاجة غير ان انت بس تتابع ايه اللي بيحصل على الراوترات والسويتشات. هنخش لبروتوكول اهم منه شوية اسمه الـ SNMP. اهو اختصار كلمة SNMP Simple Network Management Protocol. SNMP Simple Network Management Protocol. البروتوكول ده هو ظهر منه 3 فيرجن. فيرجن 1 وفيرجن 2C وفيرجن 3. البروتوكول ده بروتوكول خطير جدا. بيعمل ايه البروتوكول ده؟ وخد ستاندر على فكرة البروتوكول ده. البروتوكول دوت بيخلي الراوترات والسويتشات والسيرفرات حتى اي مسج بتحصل عليها تبعتها لك. طب ما ده اللي كان بيعمله السيسلوج. يعني بيبعت لك حاجة اسمها تراب. تراب بالمناسبة يعني فخ. يعني اي حاجة تحصل على الراوتر والسويتش يقول لك عليه. زي السيسلوج بالظبط. زائد كمان بقى الفيتشرز اللي فيه ان انت ممكن تأثر انت على الراوتر والسويتش وتقول له الانترفيس الفلانية اقفلها. تبرمج الراوتر والسويتش وانت قاعد ريموتلي. فانت ممكن كمان تقول له ست. يعني ايه ست؟ يعني غير. او جيت هات لي معلومه عن الانترفيس الفلانيه الاي بي بتاعها كام وقصتها ايه. يبقى زياده عن السيس لوج مش بيجمع تراب بس ويجمع لوج بس. ده كمان ممكن تقول له ست وجيت يعني غير في الانترفيس الفلانيه خل الاي بي الفلاني بتاعها كذا. جيت هات لي الانفورميشن بتاع الاي بي الفلاني او الانترفيس الفلانيه. طيب انت عايز تعمل ايه؟ قالك اي راوتر واي سويتش دلوقتي سواء سيسكو او نان سيسكو بيبقى عليه قاعدة بيانات. بيبقى عليه داتابيز. الداتابيز دي اسمها MIB. يعني ايه MIB؟ Management Information Base. الداتابيز دي فيها ايه؟ فيها كل المحتويات بتاعة الراوتر والسويتش. يعني فيها الانترفيس فاست 0/0، فيها الانترفيس فاست 0/1، فيها الراوتنج بروتوكول اللي هو الاوز بي اف مثلا. اي حاجة بتتعمل على الراوتر والسويتش متخزنة عندك في الداتابيز دي. وكل واحدة من دول، كل حاجة من دول انت تقدر تغيرها بالكوماندات بيبقى لها رقم. الرقم ده هو بيقولوا عليه OID Object ID. رقم ما بيتكررش مع المين؟ مع الانترفيس اللي بعده. يعني الانترفيس فاصل 0/0 لها رقم، 0/1 لها رقم تاني، Object ID تاني. طيب انا عندي بيبقى على كل راوتر وكل سويتش حاجة اسمها Agent. حاجة اسمها ايه؟ Agent. كل راوتر وكل سويتش بيبقى فيه حاجة اسمها Agent. الAgent ده هو اللي بيتعامل مع حاجة اسمها SNMP Manager. ايه الـ SNMP Manager؟ ده سوفت وير انا بسطبه على جهاز عندي عشان يجمع الترابات ويقدر يغير ويقدر يجيب الانفورميشن من الراوتر ومن السويتش. تمام؟ فانا عندي هنا هون Agent بياخد الحالات اللي موجودة هنا، بياخد الفاصل 0/0 للستيتس بتاعتها ويبعتها لك لو حصل فيها اي تغيير.
طب لو انت عايز تغير في حاجه تروح تكلم الايجنت تقول له ريت ايجنت تغير الفاس 0 على 1 دي بدل ما هي شوت داون خليها نو شوت داون. كل الكلام ده بيتم عن طريق مين؟ عن طريق برنامج بيسطبه على السيرفر اسمه SNMP Manager. ال SNMP يا جماعه بينشرح لوحده 5 ايام. احنا جايين بس نفتح مواضيع. مين ال SNMP Manager المشهور؟ سيسكو عندها واحد، اتش بي عنده واحد، اي بي ام عنده واحد، بس في واحد شهير جدا كلنا شغالين بيه اسمه ال BRTG. ده برنامج سوفت وير بجيبه، اللايسنس بتاعته بملايين على فكره. مش حاجه سهله يعني. تمام كده، انا بجيبه بسطبه عندي على السيرفر بيجمع لي كل الاوبشن من الراوترات والسويتشات بتاعتي، كل التراب وكل اللوج. تمام، البرنامج دوت البي ار تي جي ده بجيبه بسطبه على مكان عندي واقول له كل الراوترات والسويتشات على الاي بي بتاعه. تمام، طب ازاي بقى بنكتب الاس ان ام بي؟ تعالوا كده نشوف مع بعض. بيقول لي الـ SNMP انا عندي على كل جهاز من دول حاجة اسمها SNMP Agent، هو اللي بيتحكم في الفايروول، بيتحكم في السويتش، بيتحكم فين في المانجد راوتر. الـ SNMP اي حاجة بتحصل على الراوتر بيبعت لك بيها تراب. لا انت ممكن تقول له جيت هات لي انفورميشن معينة، غير لي في انفورميشن معينة. تمام، ال SNMP ممكن تقول له جيت ريكويست هات الحاجه معينه، طلب معين يعني، هات حاله انترفيس معينه، جيت نيكست ريكويست. تمام، جيت بالك ريكويست لو انت عايز تجيب معلومات كبيره قوي. تمام، جيت ريسبونس سيت ريكويست يعني غير في حاجه. بيقول لك ان انا عندي في كل جهاز دلوقتي بقى في حاجه اسمها ال MIB اللي هو مانجمنت انفورميشن بيس، عبارة عن داتابيز فيها كل الحاجات اللي موجودة في الراوتر، سواء كل الكومبوننت اللي موجودة في الراوتر، الراوتينج بروتوكول، الانترفيس بتاعت الراوتر. الحاجات ده هي مين اللي بيبعتها لك ومين اللي بيأثر عليها؟ حاجة اسمها ايجنت اللي بتتعامل مع الـ SNMP Manager. الـ SNMP ظهر منه 3 فيرجن لحد الوقت. حلو، SNMP فيرجن 1 وده كان حاجة سيمبل نتورك مانجمنت بروتوكول وخد ستاندر. تمام كده، وكان حاجة بسيطة وما كانش فيه سيكيورتي. ال SNMP فيرجن 2 سي كومباتيبلتي، سي يعني كومباتيبلتي، يعني SNMP فيرجن 2 ممكن يتعامل مع SNMP فيرجن 1. تمام، برضو نفس الكلام بس عملوا فيه حاجة في السيكيورتي اسمها كوميونيتي سترينج، وده سؤال جاي في الامتحان. يعني ايه كلمة كوميونيتي سترينج؟ هقول لك عليها دلوقتي. عبارة عن باسورد بتعملها على كل SNMP في نوعين اتنين من الباسورد دي، يا اما ريد اونلي يا اما ريد ورايت. يعني انا عندي مهندس جديد متعين في الشركه فهعمل له ايه؟ SNMP ريد اونلي، يعرف بس يقرا من الاجهزه، يعرف يقرا التراب المعلومات، انما ما يعرفش يغير في حاله الانترفيس ولا يغير في الايباد ولا يغير في اي حاجه. SNMP باسورد ريد ورايت يعرف يغير في كل حاجه. الباسورد دي بنقول عليها في SNMP ايه؟ كوميونيتي سترينج. حلو يا معلم؟ ال SNMP فيرجن 3 بقى ده اخر حاجه ظهرت عندنا، وده اللي نازل جديد بقى في SNMP. ال SNMP فيرجن 3 لا يا معلم انت ممكن تعمل اوثنتيكيشن، تحط باسوردات، وممكن تعمل بريفيسي. بريفيسي يعني ايه؟ تعمل انكريبشن. الداتا اللي ماشيه ما بين الاجهزه وما بين ال SNMP مانجر متشفره. حلو، يبقى ال SNMP فيرجن 1 ما كانش فيه نوع من انواع السكيورتي كتير، وكانت التراب بتاعته صغيره مفيش معلومات كبيره قوي. ال SNMP فيرجن 2 سي زودنا عليه باسورد ريد ورايت. ال SNMP فيرجن 3 لا يا معلم بقى ايه؟ في اوثنتيكيشن لكل يوزر، ممكن اعمل يوزر نيم وباسورد، وكمان في انكريبشن. اهو بيتكلم على الكوميونتي سترنج، بيقول لك الكوميونتي سترنج بتاعتنا عباره عن ال SNMP باسورد فيها ريد اونلي وفيها ريد ورايت. ريد اونلي يعني يقرا من داتابيز، ريد ورايت يعني يقرا من داتابيز ويعدل فيه. طيب لو احنا عايزين نشغل بقى ال SNMP نعمل ايه؟ لو انا عايز اشغل SNMP سيرفر اعمل ايه؟ منتهى البساطه، عندي اهو ادي الباكت تريسر اهو، هاجي على الراوتر ده اهو واقول له انيبل كونفيجر تيرمينال SNMP
كوميونيتي سترينج اهو السترينج الباسورد بتاعتك سيسكو نوعها ايه ريد اونلي اس ان بي سيرفر كوميونيتي سترينج سيس ان بي ريد ورايت واروح على الجهاز ده اهو اسطب برنامج اسمه ايه اس ان بي مانجر شكل بي ار تي جي اللي احنا اتكلمنا عنه الراجل هو بيفتح البرنامج لو فتحه بسيسكو هيفتحه ايه ريد اونلي هيقرا بس لو فتحه بسيس ان بي هيقرا ويكتب اهو فبيقول لي اس ان بي سيرفر كوميونيتي سترينج كلمه الكلمه بتاعتي لا اما ريد اونلي لا اما ريد وايه لا اما ريد ورايت تمام ممكن كمان اكتب اس ان بي سيرفر كوميونيتي سترينج وادي له اكسس ليست نمبر ايه الاكسس ليست نمبر ان انا اعمل بس سيرفر باي بي معين هو بس اللي يفتح الايه الاس ان بي مانجر وادي له الاي بي ده هنا في برميت طب في الاس ان بي فيرجن 3 بقى بعمل ايه اس ان بي سيرفر هوست وادي له الاي بي بتاع الهوست وبعدين اكتب له فيرجن 3 الحته دي مهمه جدا وبعدين اقول له اوثنتيكيشن يعني كل واحد يبقى له يوزر نيم وباسورد نو اوثنتيكيشن يعني مفيش يوزر نيم وباسورد بريفيسي يعني كمان شفر لي الداتا وبعدين كوميونيتي سترينج وادي له الايه الكوميونيتي سترينج طب انا لو عايز تراب معينه بس اللي تنبعت هعمل اس ان بي سيرفر انيبل تراب وادي له رقم التراب 4 او 3 او 2 شو اس ان بي بيظهر لك كل حاجه بتحصل في الاس ان بي عندي شو اس ان بي كوميونيتي بيظهر لك الباسورد ونوعها ريد ورايت ولا ايه بالظبط اخر بروتوكول عندنا ممكن نراقب بيه الشبكه اسمه النت فلو النت فلو ده بقى ايه النت فلو دوت يا جماعه مش زي الاس ان بي ولا السيس لوج لا ده النت فلو لو انت مثلا عندك مشكله في النتورك بتاعتك بطيئه وعايز تشوف مين السبب في بطء المشكله دي وعايز تحلل الترافيك يعني اي ترافيك داخل على الانترفيس او خارج من الانترفيس عايز تاخد منه عينه سامبل وايه وتحللها تعمل لها اناليسز علشان تشوف الناس دي فاتحه يوتيوب ولا بيعملوا داونلود ولا بيكلموا بعضهم فويس ولا بيعملوا ايه بالظبط او عايز مثلا تشتري اجهزه للشبكه بتاعتك ومش عارف الاجهزه بتاعتك دي هتشتريها تحطها فين فعايز تشوف الاماكن المخنوقه عندك طب عايز مثلا تشوف اكتر سيرفرات الاجهزه بتاعتك بتكلمها هتعمل الكلام ده ازاي هعمل الكلام ده بحاجه اسمها النت فلو النت فلو بروتوكول ده هو ظهر منه 9 فيرجن يعني احنا اخرنا دلوقتي فيرجن 9 بنعمله ازاي النت فلو الشركات يا جماعه اللي بتشتغل كونسلتنت بقى استشارات هندسيه وازاي حللوا الشبكه بتاعتنا الناس بتاخد فلوس كتير جدا بيشتغلوا البروتوكول ده بتاع النت فلو ده لان النت فلو ده ممكن يجيب لك اكتر بروتوكول شغال عندك معظم الناس بتخش على اليوتيوب مثلا معظم الناس شغاله على الايميلات ايه بالظبط على ميل سيرفر ايه بالظبط اي حاجه تقدر تحللها النت فلو ممكن ايه يحلل لك اي ترافيك رايح جاي من الانترفيزي او الانترفيزي او اي انترفيس انت بتحلله والترافيك ده هو بينبعت لراوتر الراوتر ده هو بيسموه اكسبورتر اللي هو بياخد نسخه من الترافيك اللي راح جاي عليه والراوتر ده هو بيبعت كل الداتا اللي خدها دي او السامبل اللي خده لمين لجهاز عندك اسمه كوليكتور يبقى في عندنا ايه يا جماعه عندنا 3 كومبوننت من نت فلو بصوا كده النت فلو ده فيه 3 كومبوننت الجهاز اللي انت هتعمل له مونيتور هتراقبه او الانترفيس اللي انت هتعمل لها مونيتور والراوتر اللي هتاخد اللي هياخد نسخه من الباكت للانترفيس دي بيسموه اكسبورتر والجهاز اللي هتجمع عليه كل الترافيك اسمه ايه اسمه كوليكتور يبقى في عندنا حاجه انترفيس هراقبها بعمل لها مونيتور واكسبورتر وكوليكتور تمام يعني مثلا هقول ايه انا عايز الترافيك اللي رايح للشبكه اللي اسمها سيلز دي الترافيك اللي جاي منها ينبعت لي منه نسخه
على السيرفر اهو اللي انا مسطب عليه برنامج اسمه نت فلو كوليكتور عشان اطلع منه احصائيات واشوف الدنيا ماشيه ازاي. مين اللي المفروض يبعت لي النسخه؟ الراوتر ده. الراوتر ده بسميه اكسبورتر. فباجي على الانترفيس ده واقول له يا ريت والترافيك جاي داخل فيها في الاتجاه ان بيسموها نشوفها دلوقتي اسمها اجرس. ترافيك هو داخل خد لي منه نسخه وابعته على السيرفر ده اهو. بص كده الراجل قعد على 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 الراوتر اللي هياخد منه العينه وكتب انترفيس جيجا 0 على 1 اللي متوصله بالسويتش اللي رايح للمبيعات وقال له اي بي فلو ان واي بي فلو اكزيت. يعني خد لي نسخه من الترافيك اللي داخل للراوتر وخارج من الراوتر وراجع رايح وجاي عشان اشوف مين اللي رايحين لمين ومين اللي بيرد عليهم. تمام. وبعدين الترافيك اللي جاي ده اهو هاخده ابعته لمين؟ اي بي فلوكس بورت ديستنيشن. ادي الجهاز اللي انا حاط عليه السوفت وير اللي هجمع عليه الداتا الباكيت داتا عشان اعمل لها اناليسيس. طب وايه ده؟ ده بورت نمبر يا معلم، لان النت فلو ده لسه مش حاجه ستاندر فمالوش بورت نمبر ثابت، فانت بتكتب اي بورت نمبر عندك هنا وانت بتسطب البرنامج على الجهاز تكتب نفس مين؟ نفس البورت نمبر. فده البورت نمبر اللي الراوتر هيرمي عليه على الجهاز. حلو؟ اي بي فلوكس بورت فيرجن 5. الراجل هيستخدم النت فلو فيرجن كام؟ 5. انا ممكن اخليها فيرجن 9 دلوقتي. اهو بيقول لي انا عندي فيه اكسبورتر براقب انترفيس على راوترات، فالراوترات اللي هتبعت لي المعلومه دي بسميها اكسبورتر، وكل الكلام ده بينبعت عند كوليكتور في الاستورج بتاعته في الهارد بتاعه عندي برنامج اسمه ايه؟ اسمه كوليكتور. تمام. في برامج كتيره بتعمل الكلام ده زي البرنامج اللي قدامنا ده. انت لو حضرتك دخلت كده على جوجل وكتبت نت فلو اناليسيس تمام كده او نت فلو كوليكتور هيجيب لك برامج كتيره جدا بتعمل الموضوع ده والسمري بتاع الشابتر.